والله الآن مدينة الموصل تشهد يعني تطور وعاد تشهد حملة إعمار قوي، لكن أيضا أكو بعض الأشياء تحتاجها مثل الواقع الصحي عندنا، إنغاد له أيضا مشاريع مثلا تطوير، وأيضا نحن نركز على المطار. الموصل تحتاج إلى المطار ضروري جدا، أيضا بحاجة إلى الفنادق، يعني نحتاج مثل فندق نينوبروي إعادة إعماره، مثل فندق الموصل نحتاج إلى فنادق أيضا، كذلك نحتاج إلى بعض المشاريع اللي يسموها مع الجسور هاي اللي يصيغ بها مثل الشوارع الاختناقات اللي تصير داخل الموصل. نينوى تحتاج الكثير من المشاريع، مثل عندك الواقع الصحي يحتاج لبعض التطوير، يعني التعليم، يعني لازم يركزون على هاي النقاط بالذات، ويعني الخدمات التطوير، هاي الشغلات المهمة، يعني البنى التحتية. نينوى نوعا ما جاي تستعيد نشاطها بالواقع السياحي والتطور، لكن احنا نريد بعد النوم تطور، يعني يركزون على الفنادق، يعني كثرة الفنادق وهاي الأمور. ملف التعويضات، يعني الناس أكو بعض يعني لحد هسه ناس متضررة، يعني فيحاولون ينجزونه بأسرع وقت، يعني جاي تتأخر هاي المعاملات. المطار هو البؤرة الأساسية اللي تحتاج المدينة، حتى الحشود والناس المستثمرين والمسافرين يقدرون انه يجون ويتمركزون هنا بالموصل، واللي يحتاجوا انه الوقت اللي يحتاجوا، يعني مرات اكو حالات من الاعمار استغرقت وقت يعني كثير، ومناطق مزدحمه ومناطق تحتاج المدينه بالضبط. نحتاج مستشفيات، نحتاج طرق، نحتاج جسور، لانه تحتاج الى اعمار، يجب ان تكون هناك ثوره في كل المجالات، اقتصاديا، اعمار، خدمات، ونركز على الصحه. بصراحه المستشفيات الان تحتاج، المواطن العراقي ده يعاني من دخول المستشفيات، يعني الادويه قليله بصراحه. هذا مجال الصحه، مجال يعني على تواصل مباشر ويا المواطن، ماكو مواطن ما راح يزور الصحه. اكيد عندنا الطرق، الجسور، عندنا سكك، يعني هاي سكك شريان حيوي، حنا حال الدول المجاورة، يا ريت يكون عندنا سكك حديد شريان حيوي، هذا يربط من زاخو إلى الفاضل. النقل هاي شغلة. عندنا السكن، أزمة السكن، يا ريت الحكومة المحلية في نينوى، يعني نريد سكن، نريد عمارات، نريد معالجة هاي الأزمة الخانقة في نينوى.